نشتغل، بس يا رب يكون الدنيا واصلة عندكم يعني. احنا المرة اللي فاتت قلنا يعني ايه انزيمز والتركيب بتاعها والكلام ده كله. ان شاء الله عايزين نقول حاجة النهاردة، الكي ام، الكي ام والفي ماكس معناها، وان شاء الله نحن نبقى ننزل لكم فيديوهات فيها تفصيل للكلام دوت. ان كل انزيم له كي ام وفي ماكس. يعني ايه الفي ماكس؟ الفي ماكس ديت معناها الماكسيمم فيلوسيتي، يعني اقصى سرعة يصل لها الانزيم، اقصى سرعه الفيلوسيتي اوف الريت اوف كيميكال رياكشن، اقصى سرعه يوصل لها الانزيم. فكل انزيم له في ماكس، وكذلك كل انزيم له كي ام. عايزين نيجي بقى نشوف ايه بقى الكي ام دي. لما جم رسموا علاقه ما بين السبستريت كونسنتريشن بتاع السبستريت، وبين الرياكشن ريت اللي هو سرعه التفاعل بتاع الانزيم. ايه بقى الانزيم كونسنتريشن؟ يعني مثلا خلوا الانزيم مثلا 1000 مايكرو جرام، وعملوا انابيب تانية فيها 2000، وبعد كده زودوا التركيز بتاع السبستريت. خلي بالك يعني احنا بنزود السبستريت، التركيز بتاع السبستريت بنزود. طب والانزيم؟ الانزيم احنا حاطينه بكميه متساويه، بس حاطينه بوفره شويه، ماشي. كل ما بنزود الانزيم كونسنتريشن، كل سرعة التفاعل ما بتزيد، كل سرعة التفاعل ما بتزيد، لحد ما تصل إلى درجة اسمها درجة الساتوريشن، البلاتو اللي هو التشبع يعني. عند هذه الدرجة بيكون كل الأكتيف سايت بتاعة الإنزيم حصل لها أوكيوبيشن باي سبستريت. يبقى كل الأكتيف سايت بتاعة الإنزيم موليكولز اللي موجودة في الأنبوبة بتاعتنا اللي موجودة اللي إحنا بنعمل التجربة فيها، كلها السبستريت ملاها، فبالتالي وصلت هنا لحالة التشبع. فكل ما بنزود سبستريت الرياكشن زي ما هو وصل لأقصى سرعة. الأقصى سرعة دي بقى بنسميها احنا بقى الفي ماكس، لأن كل إنزيم له في ماكس. جه واحد اسمه ميخائيلز قال احنا لو جينا هنا هو في سرعة عند نص الفي ماكس، يعني ادي في ماكس من هنا لحد قبل ال 35 من 100، عند نص الفي ماكس هنبدا ان احنا ننزل عمود كده اهو، ونشوف الايه الانزيم كونسنتريشن. قال لك الكونسنتريشن ده اهو بتاع السبستريت اللي عنده الانزيم يجي نص سرعته، فهذه دي بنسميها الكي ام، الكي ام بتاع الانزيم. وان شاء الله هنقولها بالتفصيل، بس ما في ظروف احسن من كده، لان انا شايف الانترنت مش ايه مش سعيفني النهارده، ماشي. فالكي ام ده معناها سبستريت كونسنتريشن، يعني تركيز السبستريت ات ويتش عندها بيبقى سرعه التفاعل اللي هو الفيلوسيتي اوف كيميكال رياكشن از هاف ذا ماكسيمم فيلوسيتي، نص سرعه الايه؟ نص السرعه القصوى بتاعه الانزيم. وهوريكم في فيديو على الكلام ده ان شاء الله. بعد كده الكلاسيفيكيشن اوف انزيم. طبعا احنا عارفين الانزيمات جوه الخليه كتيره جدا، فبداوا ان هم يعملوا لها كلاسيفيكيشن. فقالوا احنا هنقسم الانزيمز الى 6 كلاسز. رقم واحد الاوكسيدو ريدكتيزس، رقم اثنين ترانسفيريزس، هنشرح كل واحده معناها ايه دلوقتي يعني. بعد كده الهيدروليزس، بعد كده هوت اللايزس، بعد كده الايزوماريزس، بعد كده ليجيزس. يبقى احنا دلوقتي عندنا كم كلاس من الكيميكال رياكشن؟ عندنا 6 كلاسز. طب نرجع تاني، الاوكسيدو ريدكتيزس حطوا تحت من هذا الكلاس كل الانزيمات اللي بتشتغل اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. بتعمل اي انزيم بتعمل اوكسيديشن، او اي انزيمز تعمل ريدكشن رياكشن، فحطوهم تحت بعض كلهم في كاتيجوري واحد بنسميه الاوكسيدو ريدكتيزس، ماشي. زي اللاكتيت دي هيدروجينيز، الجليسرالدايت 3 فوسفيت دي هيدروجينيز، كل ديت بنحطها تحت الايه؟ بنحطها تحت الكلاس 1 اللي هي بنسميها الاوكسيدو ريدكتيزس. طب ايه بقى الترانسفيريزس للكلاس 2؟
طب هل انا ينفع مثلا اقول الترانسفيرز دي كلاس 1 وبعد كده اقول الاوكسيدوراتكيز؟ لا، كل حاجه هنا الكلاسز دي ثابته وهنعرف ليه ثابته دلوقتي. طب ايه بقى الترانسفيريزز ديت؟ ترانسفيريزز عباره عن الانزيم بياخد مجموعه، بياخد جروب، بيشتغل على تو سبستريت، اكتر من سبستريت، ياخد جروب من سبستريت يحطها للتاني، فكانه نقل الجروب، عمل ترانسفير للجروب. يعني مثلا زي الالانين امينو ترانسفيريز، الانين امينو ترانسفيريز نقل من نقل من امينو اسيد لامينو اسيد تاني مجموعه الامينو جروب، فسميناها الانين امينو ترانسفيريز. طب الهيدروليزس، الهيدروليزس رقم 3 هي كل انزيم بيعمل هيدروليسيس، بيعمل تكسير للسبستريت. التكسير بتاع السبستريت ده هو بيبقى في وجود ميه باي اديشن اوف ووتر H2O2. وعامه هتلاقيهم كل الانزيمات اللي بتنتهي بكلمه فوسفاتيز هي دي بتبقى هيدروليزيس، لانها بتشيل مجموعه فوسفات في وجود الميه، جلوكوز 6 فوسفاتيز، امايليز والبيبسين، كل ديت بيسموها هيدروليزيس. نيجي على الجروب اللي بعد كده اللي احنا بنسميها اللايزيس، كلاس اللي بعد كده دي برضو بتعمل لايسيس للسبستريت، بتكسر السبستريت لكن هنا وزاوت اديشن اوف ووتر، مش زي الهيدروليزيس، زي الفيوماريز والانوليز. طب الايزوماريزيس للكلاس رقم 5 ديت بتحول سبستريت من ايزومر لايزومر تاني. يعني لو عندي الفا مثلا، يعني لو عندي الفا جلوكوز الانزيم يشتغل عليها يحولها لي الى بيتا جلوكوز مثلا، بضرب مثال، او انه مثلا دي جلوكوز يحوله الى ال جلوكوز، يبقى من ايزومر لايزومر. فبيسموها هذه الكلاس، حطوا تحت منها كل الانزيمات اللي بتعمل ايزومرايزيشن، بتحول السبستريت من ايزومر لايزومر تاني. الليجيزس او بنسميها سينثيزس برضو، كلاس رقم 6 بنسميها ليجيزس او بنسميها سينثيزس، ديت عباره عن ان هي بتيجي على تو سبستريت تربطهم في بعض وتكون لي برودكت تاني، زي مثلا اللي احنا ضربنا بيه المثال قبل كده اللي هو اللاكتوز سينثيز انزيم. لاكتوز سينثيز انزيم دوت بيبقى موجود في الماماري جلاند، في اللاكتيتنج ماماري جلاند، ماشي، بيجي رابط الجلوكوز والجلاكتوز الاثنين مع بعض ويديني لاكتوز، دي اسمه لاكتوز سينثيز، ده غير اللاكتيز، اسمه ده لاكتوز سينثيز. لاكتوز سينثيز ده بيبقى من السينثيزيس او الليجيز. لما لقوا اخوانا ان الانزيم ساعتها كتير جدا جوه الخليه الحيه، وجدوا قالوا خلاص احنا هنعمل ايه؟ هنعمل زي الباركود كده اللي هو بتاع اي منتج، لو رحت كارفور او فتح الله هتلاقيهم عاملين لكل منتج كده باركود. عملوا برضه هنا هو باركود بس خلوه من اربع ارقام، ماشي، زي كده مثلا الرقم الاولاني ده هو بيبقى نمبر اوف كلاس. عشان كده انا قلت لك الكلاسز السته اللي احنا قلناهم من شويه دولت كلاس ثابته، كلاسز ايه؟ ثابته، ماشي، لذلك هي من واحد لسته. يعني الرقم الاولاني ده اهو هنلاقيه من واحد لستة، مش هنلاقيه غير كده، ماشي. الرقم اللي بعده ده السبستريت، يعني خلاها 4 ديجيت، اربع ارقام، ماشي، الرقم وبعدين نقطة وبعدين رقم وبعدين نقطة وبعدين رقم وبعدين نقطة. الرقم الاولاني ده بيبقى الكلاس اللي هما الستة، واحد من الستة، ماشي. بعد كده اللي بعد منه سب كلاس، سب كلاس، وبعد كده رقم اخراني بيدل على الكو فاكتور اللي موجود. يبقى الانزيم اي سي، اي سي اللي بيسموها الانزيم نيوميريكال كوميشن كود، يعني كل انزيم بقى ليه نمبر، بقى ليه ايه؟ نمبر. يعني لما اقول لك مثلا ايه الاي سي نمبر اوف انزيم، هتقول لي الكلمتين اللي انا قلتهم دول. لما لقوا ان الانزيمات عددها بقى كتير جدا عملوا لها كود مكون من اربع فور ديجيت، اربع ارقام. الرقم الاولاني بيبقى عباره عن الكلاسز من واحد لسته وتمام على كده. نيجي بعد كده وان شاء الله يعني هنختم بالانظام سبيسيفيستي ديت، علشان انا ايه، انا عارف ان اطعان النت دوت يعني اثر عليكم شويه.
فالانزيم سبيسيفيستي من خواص الانزيم يا اخوانا ان هو بيبقى سبيسيفيك، بيبقى ايه؟ سبيسيفيك. عندنا ستيريو سبيسيفيستي، رياكشن سبيسيفيستي، سبستريت سبيسيفيستي، بوند سبيسيفيستي، دول سبيسيفيستي. طب نرجع تاني نشرحهم تاني. الستيريو سبيسيفيستي بيحول ال ال اس مش بيحول بقى هنا، بيقول ان الانزيم اللي بيشتغل على ال ال جلوكوز مثلا ما يشتغلش على الدي جلوكوز، بيبقى متخصص بالنسبه للايزوم. ماشي. الرياكشن سبيسيفيستي بيقول ان الانزيم بيبقى متخصص سبيسيفيك لرياكشن معين. ماشي. يعني الانزيمز اللي بتعمل اوكسيدو ريدكتيزس هتلاقيها متخصصه في الاكسيدو ريدكتيز بس. ايه بقى السبستريت سبيسيفيسيتي؟ وديت بيقسموها لحاجتين. سبستريت يبقى بالنسبه للسبستريت بتاعه يا اما يكون ابسوليوت سبيسيفيسيتي او جروب سبيسيفيسيتي. ابسوليوت سبيسيفيسيتي يعني كل انزيم بيشتغل على السبستريت بتاعه بس، يعني انزيم يشتغل على سبستريت واحد، زي مثلا الجلوكوكينيز يشتغل على الجلوكوز بس. طب ايه بقى الجروب سبيسيفيستي؟ زي الهيكسوكينيز انزيم. الهيكسوكينيز انزيم ده بيشتغل على كل الهيكسوزيس، يعني يشتغل على الجلوكوز والجلاكتوز والمنوز والفركتوز، اسمه هيكسوكينيز. يشتغل على مجموعه بتضمهم يعني حاجه مشتركه للهيكسوكينيز. يبقى السبستريت، سبستريت سبيسيفيستي بتنقسم لحاجتين، ابسوليوت سبيسيفيستي وبتنقسم الى جروب سبيسيفيستي. ايه بقى البوند سبيسيفيستي؟ بيبقى الانزيم بيجي مثلا في البروتيوليتيك انزيم بيبقى متخصص لبوند معينه، بيبتايد بوند معينه. البيبتايد بوند اللي في اخر التشين، البيبتايد بوند اللي في اول التشين عند الكربوكسيل جروب اللي قبل منها، البيبتايد بوند اللي عند الامينو اسيد جلوتامين بيبقى متخصص بالنسبه لبوند معينه. نيجي بقى على الدول سبيسيفيستي. الدول سبيسيفيستي عباره عن two types of dual specificity. الاولاني كده ببساطه بيبقى انزيم بيشتغل على two substrate ب one reaction type. ركزوا بقى في الكلمه اللي انا بقولها دي، يعني انزيم بيعمل reaction type واحد لكنه بيشتغل على two substrate ورا بعض، زي الزنسين اوكسيديز. الزنسين اوكسيديز يشتغل على الزنسين يحولها لهايبوزنسين، بعد كده هو يشتغل على الهايبوزنسين يحولها الى مثلا في الاخر خاص ليوريك اسيد. لكنه بالفعل هو اشتغل على تو سبستريت اللي هو الزنسين والهايبوزنسين، لكنه بيعمل فيهم نفس الرياكشن اللي هو الاوكسيديشن، يبقى دوت بنسميها دول سبيسيفيستي. ماشي. في حاجه ثانيه من الدول سبيسيفيستي، ممكن انزيم يشتغل على تو ديفرنت سبستريت، اسف، يشتغل على وان سبستريت لكنه يعمل تو رياكشن تايب. يشتغل على سبستريت واحد لكنه بيعمل مع السبستريت دهوت تو رياكشن. يعني الايزوستريت ديهايدروجينيز انزيم، الايزوستريت ديهايدروجينيز انزيم الايزوستريت ديهايدروجينيز انزيم بيشتغل على الايزوستريت ويحولها يعمل لها اوكسيديشن، وبعد كده هو يعمل لها ريدكشن، يعمل اوكسيديشن وبعد كده يعمل ايه؟ بيعمل لها ريدكشن. ويحولها الى الالفا كيتو جلوتريت. نكمل وبعدين ارفع لكم بقى في حاجه اسمها الفاكتورز افكتنج انزيم اكتيفيتي. عندنا مثلا
البي اتش. البي اتش دوت بيأثر على الانزيم ازاي؟ كل ما يعني مثلا كل كده هنزود البي اتش، بين العلاقه بين البي اتش وبين الانزيم اكتيفيتي، كل ما بنزود البي اتش كل الانزيم اكتيفيتي ما بتزيد، كل الانزيم اكتيفيتي ما بتزيد، تمام؟ لحد ما تصل الى الاوبتيمم بي اتش. الاوبتيمم بي اتش دهيت عندها الانزيم بيدي الماكسيمم الفي ماكس بتاعته. طب بعد منها نزود البي اتش، كل هيقل الايه، هيقل الاكتيفيتي بتاعت الانزيم. لذلك كل انزيم له اوبتيمم بي اتش من واحد، مثلا واحد اثنين اللي هو الايه البيبسين، الاميليز عند من 6 ل 8، الالكالين فوسفاتيز عند 9، الاسيد فوسفاتيز الاي سي بي اللي هو الاسيد فوسفاتيز عند 5. يعني عند 5 الاسيد فوسفاتيز يبقى الماكسيمم فيلوسيتي، لكن قبل 5 وبعد 5 بيبقى الرياكشن ريت قليل. طب التمبريتشر برضه الانزيم بيتاثر بالتمبريتشر، عند درجه زيرو، عند درجة زيرو بيبقى الانزيم ثابت inactive، تمام؟ لذلك احنا لما بنيجي نجمع عيناتنا من ليفر او اي تيشو بناخدها ونحطها في ماينس 80 او ماينس 20 علشان نخلي الانزيمز، لو احنا هنشتغل على الانزيمز نخلي الانزيم inactive. بعد كده لما نيجي نفكها نشتغل عليها نزود درجة حرارتها، في درجة حرارة الغرفة تبدأ ان هي تشتغل، الانزيم يشتغل. وكل ما نزود 10 درجات كل ما الانزيم اكتيفيتي تزيد لحد ما تصل الى الاوبتيمم بي اتش. وبعد كده كل ما نزود درجه الحراره تقل 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 الاكتيفيتي لحد ما تصل الى الزيرو، بقى هيحصل ديناتوريشن. نصل عن درجه 100 يحصل ديناتوريشن، مش الانزيم بروتين النيتشر. طب السبستريت كونسنتريشن ديت اللي احنا خدناها مع الكي ام والفي ماكس، كل ما بنزود السبستريت كل ما الاكتيفيتي تزيد 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 لحد ما كل الاكتيف سايت بتاعت الانزيم يحصل لها ساتوريشن. بعد كده اهوت اللي هو الايه؟ الانزيم كونسنتريشن، كل دي فاكتورز بتاثر على الانزيم اكشن. كل ما هنزود الانزيم كونسنتريشن كل ما يزيد الاكتيفيتي بتاع الانزيم. طبعا في وجود وفره من السبستريت، كل ما هنزود الانزيم كل ما يزيد الرياكشن. كل الكلام ده احنا بنعمله في المعمل في الانابيب، كل ما نزود الانزيم كل ما يزيد الرياكشن ريت، كل ما نزيد يزيد، كل ما يزيد يزيد. برضه ايه الحاجات اللي بتاثر؟ الانزيم اكتيفيتورز، في حاجات بنزودها بنحطها في التفاعل تعمل اكتيفيشن للانزيم، وفي حاجه اسمها انزيم انهبيتور. هنقف في الشرح لحد هذا الحد.